بثكنة الحرس الملكي بالرباط جرى تنظيم حفل بمناسبة الذكرى 66 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. هذا الحفل الذي ترأسه الجنرال دوبريغاد عبد العزيز شاطر قائد الحرس الملكي تميز بتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بهذه المناسبة إلى مختلف مكونات هذه القوات. بمناسبة حلول الذكرى 66 لتأسيس القوات المسلحة الملكية لنعبر لكم جميعاً بمختلف مكوناتكم البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي عن مشاعر عطفنا ورضانا لما تبذلونه من جليل الأعمال مهما كلفتكم من جسيم التضحيات لإعلاء كلمة الوطن والدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه. وبالمناسبة تم توشيح ضباط وضباط الصف من الحرس الملكي بالأوسمة التي أنعم بها عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، كما تم تنظيم استعراض عسكري شاركت فيه وحدات تابعة للحرس الملكي.